اهلا بكم. اليوم كنتواجدوا في البحير لو لاك بودوا ديال وزان. البحير كيف ما كنقولوا في وزان هذا هو البحر ديال وزان. ربما المشهد اللي مورايا تقول لي هادشي راه ماشي في البحير. لا لا هادشي في البحير. اجيو معايا غادي نبدل المشهد وتشوفوا. هذا هو بالفعل البحير، البحر ديال مدينة وزان. اشنو وقع في البحير؟ على ما يبدو هناك اشغال، الهدف منها هو إعادة التأهيل ديال هذا الفضاء باش يولي فضاء للاستجمام، فضاء سياحي وكمتنفس سواء لمدينة وزان او الاقليم وزان او الكل الزوار ديال مدينة وزان. اشنو وقع في هذه الاشغال؟ يلا معايا نشوفوا شنو وقع عن قرب. يلا معايا. وهذا هو البحير فقط للتاريخ. هذاك البيت اللي كتشوفوا هذاك في الاصل كانوا فيه لي ماشين اللي كانوا كيبومبيو الماء باش يطلع الماء لوزان، على اعتبار ان وزان واحد الوقت كانوا كيشربوا من هذا الماء هذا ديال البحير. هو منظر جميل وجميل للغايه كما كتشوفوا، طبيعه خلابه. الا ان هذا البحير هذا نفهموا اشنو هو اكزاكتومون. هو سد تلي. ملي كنقولوا سد تلي كنجيو لواحد البلاصه اللي ممكن تسمح وكنديروا واحد التل هو هذا اللي حنا فوق منه. وهذا كيف ما كتشوفوا هنايا كتسمى بالفرنسيه اون ديغ. هاد لا ديغ هذه هي اللي من المفروض تشد الماء. الاشكال بدا نهار بدا اعاده التاهيل. هذه واحد ما عرفتش واش واحد 8 او 10 سنوات كانوا بغاو يديروا التاهيل. اجي نوريكم اشنو داروا. دابا حنا فوق لاديك، هذاك هو التل اللي كيمنع الماء، هو مديور بواحد الطريقه نصف دائريه باش القوه ديال الماء ما تهرسوش. من المفروض هاد لاديك هادي منسوب للمياه. دابا كيبان لكم طالع غتقولوا الماء تبارك الله مزيان في البحير، مزيان يكون الماء، ولكن راه تعدى 100% ديال الحقينه اللي داروا لي زانجينيور في ذاك الوقت. الناس اللي داروا هذا السد التلي دايرين له واحد الحد اللي ما خصوش يتعداه، لان الا تعديتيه غادي تهدد هاد السد التلي انه شي نهار يلبوسيدي انه ينهار ويمشي هاد الماء كامل. علاش؟ لان تعدينا 100%. كتبان لكم واحد شويه ديال الشجره، هاد الشجره هادي من المفروض 100% ديال هاد السد التلي اللي هو البحير ما كيوصلهاش اصلا، كيبقى بعيد عليها بواحد المتر ونص الماء اللي كنقول وصل ل 100%. هاد الشجره هادي اللي راها ماتت علاش؟ لان ولا منسوب المياه كيغمرها وطلع كسر داكشي اللي خصو يكون. الاشكال منين جاي؟ جاي من نهار بغاو يصلحوا هذاك الحاجز الاسمنتي اللي كاين من الجهه الاخرى، ما داروش كيف ما كان، علاوه اكثر لهدف انه يخليو الماء يبقى بزاف حتى في الصيف مزيان، ولكن راكم ما حسبتوهاش مزيان على اعتبار الان كتهدوا هاد لاديك بالنهيه. يلا معايا نشوفوا هذاك الاصلاح اللي داروا كيفاش دار، واش دار في لي نورم ولا لا، وانتم اللي تحكموا. ولا باقي كتذكروا هنا كان فين ما داروا داك الباركينغ فين ما كيوقفوا السيارات وداك الالعاب ديال الاطفال او ديال الناس اللي باغيين يتريضوا، كلاو من لاديك، كلاو من داك السد التلي، قصوا من هاد السد التلي. انا غنوريكم البلايص اللي تكالت من هنا والامر اللي ادى الا منسوب المياه ولا كيتسرب من التحت. كلاو حتى لهنا كتشوفوا لاتراس. لا كيبان لكم الفرق، الفرق اللي فيه الربيع هو القديم، وكان هذا السد التلي كان جاي حتى لهنا وهابط، بمعنى واحد 2 متر ديال العلو كامله كانت تراب، راها كلاوها من هاد لاديك هاد السد التلي. وهانتوما كتشوفوا التسرب ديال المياه. الامر اللي كيهدد هاد لاديك هاد السد التلي كيهدو انه ممكن شي نهار يهبط. باش تزاد منسوب المياه في البحير كيف ما شفتوا ليه، السبب جاء من هذا الحاجز هذا، هذا البراج هذا. واحد العلو ديال البراج اللي الان كتشوفوه ديال هذا الحاجز هذا ماشي هو هذا الاصلي اللي داروا لي زانجينيور نهار دار البحير كسد تلي. هذا علاوه كثار من القياس، هو كان تقريبا غير الثلث ديال داك العلو اللي كتشوفوا، وكانت عنده واحد الشبكه من الفوق. الناس اللي شي شويه قدامو كيعقلوا كانت ديك الشبكه مديوره باش داك الحوت اللي غادي يجيبوا الماء الماء اللي كيفيض ما يهبطش ويبقى داك الحوت لداخل. هذه من جهه، من جهه اخرى هذا الباب اللي كتشوفوا دابا دخلت عليكم بالله، هذه واش باب ديال الدار ولا باب اللي غادي تسد الماء؟ هذا الباب هذا
باب ديال دار، باب مدير مديور بالطوله ومديور بالكورنير. فالوقت اللي خص يكون باب يكون مديور بواحد الحديد عامر صحيح، تكون عنده واحد 1 سنتيمتر ولا 2 سنتيمتر ديال الغلد اللي ممكن يشد هذا الحيط هذا. ما عليناش، المشكل ماشي في الباب وانما المشكل في العلو ديال هذا البراج، هذا هو اللي خلى منسوب المياه يكون زايد ويفوت الحقينه 100% ديال هذا السد هذا التلي. هذا ماشي تاهيل، هذا بريكول. راه مازال ما هضرناش شنو وقع الان، انا درت معكم غير ريكاب ان المقاربه ديال هاد الناس ملي كيبغيو يديروا التاهيل ديال هاد المنشاه هادي كيديروه بطريقه، وسمحوا لي على لومو، بطريقه عشوائيه. دابا غادي نمشيو نشوفوا شنو حاصل الان اكزاكتوم. الاشغال اللي كتشوفوا موريا تما كان داك الباركينغ، وتما كان داك البلاصه اللي فيها الالعاب. ابارامون ايلزون تو ديكابي، حيدوا كلشي باش غيديروا تما المحلات وقيله ديال لي ريستورون ولي كافي وداكشي. في الجهه الاخرى في المدخل دايرين باركينغ، وفي نفس الوقت دايرين واحد الدوره كبيره، هذيك الدوره كبيره اللي دايرين ليها العرض كبير، وكلاو من الارض ومن التراب بزاف في الوقت اللي كان بامكانهم ينيفليو غير شي شويه وديروا 3 متر ديال التوفنو فين يتمشاو الناس او فين يجريو او فين يديروا شويه ديال الفيلو. داك الحفير اللي حفروا وداك الغرق اللي غرقوا باش يديروا الطريق، بحال غيدوزوا الطريق ديال بصح بالنيلون ولا هذا، بحال غيفكوا العزله على شي دوار. في الوقت اللي ان ملي كتديكابي بهذه الطريقه هذه وكتاكل التراب بزاف وكتاكل الاشجار بزاف، كتقيس التنوع البيولوجي. علاش؟ لانك قصتي المسكن والمرعى ديال مجموعه ديال الكائنات. الناس اللي قدام وكيعقلوا على العليقه، العليقه اللي هي في لوفون، في لوفون ديال البحير. هذيك العليقه نهار حيدوها ما بقاش الحلوف في البحير، ولا غير حلوف واحد كيجي بالليل كيجي في الطوموبيلات، هذاك الحلوف بوحدو. كنهضر انا على فاش كان البحير بحير وكانت عنده كيف ما كيقولوا كان محظي وكانت عنده الهيبه، كان كاع التنوع البيولوجي، كان كاع الحيوانات اللي كيبغيو الناس يصيدوا الحجال وما الى ذلك والحلوف والارانب، كان كل شيء كاين. الان ولا البحير محلول، ولا الدرك على الناس اللي كيعسوا هنا، عندهم واحد التماره ما كتصورش، النهار وما طال عندك هذا كيطيح يعوم، عندك هذا كيشعل العافيه، وهذا كامل بطبيعه الحال كيضر بالجانب البيئي والايكولوجي ديال هذه المنطقه ديال البحير. هذه المنطقه ديال البحير من المفروض انها تبقى محميه طبيعيه، بمعنى اننا نحافظوا ما امكن على كل ما هو طبيعي هنا في هذا المدار ديال البحير. نرجعوا للموضوع ديالنا ديال هذا شنو وقع الان في البحير. هنا في الخلف على ما قالوا غيكونوا دي ريستورون دي كافي وقيل حتى دي سانيتير لي تواليت، بين قوسين لي تواليت فين غادي يمشيو الماء ديالهم، فين غيديروه؟ واش عندكم فين غيمشي الواد الحار، ولا غتشركوهم غير مع الواد نيشان، ولا غيديروا لا فوس سيبتيك؟ ما عرفناش شنو غاديين يديروا. كاين واحد لو بوتي تو بوتي بروبليم، تو بوتي غرو بروبليم جو ديغي، هو ان هذاك المصب ديال البحير ديال الاكسترا اللي كيخرج من البحير عنده واحد الشومينمون كيمشي فيه. هادو اللي كيديروا الاشغال داروا واحد القنطره وحولوا المدار ديالو، ولا الماء غادي يجي بحال الطريقه هذه ويدير زاويه قائمه، ربما يماركي ستوب وعاد يدور على اليمين ويمشي. وكما كتعرفوا انتم الناس كاملين ما محتاجينش تكونوا قارين شي قرايه كبيره باش نعرفوا بان الماء ديما كيتبع الطريق ديالو الاصليه وكيدير طريقه. كيفاش الماء غادي يجي هكا ويفراني ويدور على اليمين في واحد الزاويه قائمه ديال 90 درجه؟ هنا كنشوفوا الحجم ديال الاضرار الايكولوجيه اللي دارت في هذه البلاصه هذه. هاد البلاصة هادي كما كتشوفوا العواد هما هنايا، وعلاش هو مسمينو بودروا؟ لأنه كان عامر بالدرو، بودروا جاية من الدرو. هاد البلاصة هادي كامل اللي كتشوفو ديكابي كاملة كانت عامرة بلو ماكي، بالدرو والشجر والنخال وداك التايدا لو بان، بمعنى أن هنا كيف ما كنشوفو هنا كانت مجموعة ديال الكائنات بطبيعة الحال بهاد الطريقة هادي اللي دارو راها حيدوا او خربوا مكان العيش ديال هاد الكائنات هادي. وإلا قلت لكم الان انا كنتواجد في واحد الطريق اللي نورمالمون خصها لا غوندوني، الناس يجيو يتمشاو فيها، تقولي لي هاد الاتساع تبارك الله كامل وكلاو هاد التراب كامل، هادي طريق حقيقيه. ربما طريق بهذا الشكل هذا ما كاينش حتى في الدواور اللي محتاجين فك العزله.
اللي بغيت نقول بهذه الهضره هذه هو ان ان شومان دو روندوني طريق اللي غيديروا فيها الناس الرياضه كان بامكانك تخلي اخويا هذه العقيبه هذه فين الناس يطلعوا يديروا شي شويه ديال المجهود. انا كل غير شي شويه ندير لها شويه ديال التوفنو طريق ديال 3 متر بركه. علاش؟ لان طريق واسعه بهذه الطريقه هذه كتضرب المجال البيئي، بمعنى شوف شحال ديال التراب حيدتي، شوف شحال ديال النباتات حيدتي. وملي كنقولوا حيدتي التراب وحيدتي النباتات وحيدتي الاشجار راك حيدتي المسكن ديال مجموعه ديال الكائنات الحيه، وبهذه الطريقه هذه كتكون مسيتي بداك التوازن الايكولوجي وداك التعدد البيولوجي اللي كاين هنا في البحير. ما تنساوش وهذه دائما كنقولها بان هذا البحير بودروه راه كان محميه طبيعيه واحد الوقت وما كانش اي واحد ممكن يدخل ليه، وكانوا جميع الحيوانات كانوا كيعيشوا هنا، كان الحجل، قنيه، الارنب بطبيعه الحال، الحلوف، ومجموعه ديال الطيور سواء الطيور اللي مستقره او الطيور المهاجره، الى زائد هذاك الكناغ او الايوز. ربما الى كملنا بهذه الطريقه هذه واش تبقى شي وزه ولا ما تبقى حتى وزه. ختاما الى قلت لكم انا كنتواجد الان في ورش غادي يدوز لوطوغوت فوازان، تقدروا تثيقوا بان هذا الشيء اللي مورايا راه ورش ديال لوطوغوت ماشي ورش ديال اننا غنديروا غير ان باساج غير واحد الطريق ديال لا غوندوني فين يجريوا الناس او فين يديروا لا مارش. هذا الاشغال ديال اعاده تاهيل البحير هنا فوازان، اشغال كبيره. ضرت بالتوازن الايكولوجي والبيولوجي على مستوى البحير كمحميه طبيعيه. جوج، اشغال كبيره ضخمه اللي غتكلف شيء الكثير، اللي ربما هذاك الفلوس محتاجينهم في حوايج اخرين في اماكن اخرى اللي غتعود بالنفع على الساكنه. صحيح اننا احنا محتاجين البحير كمتنفس كمنتزه، ولكن بما قل ودل، بمعنى لو ستريكت مينيموم فين يتمشاو الناس، طريق ديال التراب، فين يلقاو ما ياكلوا وما يشربوا، لي سانيتير، باركينغ وي فين يوقفوا الناس السيارات ديالهم، وغير برا بلا ما ندخلهم احنا حتى للداخل، غير برا ذاك الساحه اللي برا، وفي نفس الوقت نحافظوا على هذه المحميه الطبيعيه اللي هي البحيره. مازال عندنا عوده في هذا الملف ديال البحير ونشوفوا التطورات ديالو. انتم كمشاهدين تفاعلوا معنا واعطيونا رايكم شنو شفتوا في هذه الاشغال ديال تاهيل ديال البحير. دمتم باحسن حال والى اللقاء.